في الرياضة، أنهت لاعبة التنس الأوكرانية الأولى أنهت المباراة النهائية الثامنة في الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس. خلال المباراة التي استغرقت ساعة وعشر دقائق، تغلبت يلينا سفيتولينا على الصينية وانغ تشانغ في مجموعتين 6-4 و6-4. في الجولة القادمة ستلعب سفيتولينا مع اللاتفية أناستاسيا سفياستوفا ذات الترتيب 18 عالمياً.